نساء مخضبة أيديهن بالدم قتلن صدفة أو عن سبق إصرار بعدما قتلت الغيرة وسوء المعاملة ما تبقى من قدرتهن على التحمل. في هذه السلسلة الرمضانية اخترنا عينة من نساء قاتلات نحكي قصصهن المستوحاة من الواقع عبر حلقات وبأسلوب قصصي مختلف عما تعودتموه في قناة موروكان كرايم تي في الجريمة المغربية، وأتمنى أن تكونوا كثيرات وكثيرين في التفاعل. الحلقة 30 وهي الأخيرة اخترنا لها عنوان قتلت زوجها البخيل. صباح ذاك اليوم من غش عثر مواطن على جثة 60 قرب سوق تجاري ممتاز على مشارف حي شعبي شهرته في الإجرام نار على علم. أخبر المصالح الأمنية فهرعت عناصرها في أقرب دائرة هرعت إلى عين المكان بعد إخبار النيابة العامة المختصة. كان أول من استمع إليه في البحث هو هذا الشاهد، ولم يدلي بما يفيد أي شيء في فك لغز الوفاة الغامضة اللهم مما عاينه عليه والوضع التي وجده عليها. كانت الجثة ملقاة بمكان خال قرب السوق ولم تظهر عليها أثر عنف أو جرح، فرضية وفاته إثر أزمة قلبية مرجحة بقوة. قد يكون مريض مرضا مزمنا وباغته الموت في طريقه، لا أحد توقع قتله طالما أن المعاينة بالعين المجردة لم تكشف أثرا للعنف. في انتظار نتائج التشريح الطبي نقلت الجثة لمستودع الأموات وباشر الطبيب الشرعي عمله وكشف كون الوفاة غير عادية وأن المسن ضحية الجريمة قتل. انطلق البحث من المحيط العائلي للأسرة بعد تشخيص هوية الهالك، واستمع للزوجة وأبنائها فأنكروا علمهم بقاتله متظاهرين بالحزن والحسرة على فقدانه. دموعهم عرقلت كلامهم بسلاسة وطلاقة. زوجته أكدت أنه مدمن يقضي جل وقته خارج منزلهما ولا يعود إلا متأخرا، ولم تستبعد أن يكون أحد مشاركيه جلسات الخمر اليومية قد قتله. وفي ذلك تناقضت مع أبنائها أفصحوا عن أنه لم يكن يجالس أحدا خلال معاقرته الخمر، كان يفضل أن يفعل ذلك وحيدا. تناقضات كثيرة وقف عليها ضابط الشرطة وهو يعمق البحث مع الزوجة وأبنائها، خاصة في توقيت مغادرة الضحية المنزل ومدة غيابه عنه وهوية مجالسيه وإذا كانت له نزاعات مع بعضهم. كل واحد أورد رواية وأجوبة اختلفت عن غيره. تضارب آرائهم جعل الشك يتسرب إلى ضابط الشرطة. استشار مع رئيس مصلحة الشرطة القضائية واتفق على حيلة قد تكون ناجعة وهي ادعاء اعتراف في طرف منهم. الزوجة أو من استدعيت وجهت باعتراف مفتعل لأحد أبنائها فاعترفت وحكت تفاصيل ما وقع، ومن اعترافها انتزعت اعترافات باقي المتشبه فيهم. الخمر سبب رئيسي في تحول علاقة الهالك بزوجته من الود إلى الجحيم. كان لا يعود إلا متأخرا ويصرف الكثير على الخمر مهملا واجبه الأسري. هوسه بالخمر والعشيقات زاد بعد تقاعده كما الصمر خارج جدران المنزل. ومقابل إسرافه على الخمر وبائعات الهوى كان أكثر بخلا في الإنفاق على أسرته. كل ذلك قلب حياة الأسرة رأسا على عقب، وتحول الحب الجارف بينه وزوجته إلى نزاعات يومية تنتهي عادة بمغادرته المنزل ليعود إليه صباحا وثملا، شيء لم تتعود عليه في بداية تعارفهما وزواجهما. قدها وجمالها الفاتن واتزانها وطيبوتها ونسبها حفزه حينها على الارتباط بها قبل أن يثمر زواجهما 3 أبناء ذكور. كان كريما في الإنفاق عليهم والإغداق عليهم بالهدايا وجميل الأكل واللباس.
لم يتقاعس يوما في القيام بواجباته المنزلية قبل أن يتقاعد. حين تقاعد ارتمى في حضن الخمر والعشيقات، كان ينفق على إدمانه عليهما أكثر مما يمنحه لزوجته مصروفا أسبوعيا، لم يعد كافيا للوفاء بكل الحاجيات بعدما كبر الأبناء. لقد أصبح بعد تقاعده أكثر بخلا في الوفاء بالتزاماته الأسرية. كان الابن الأكبر معلما في قرية بعيدة عن حيث تقطن أسرته، وتولى مسؤولية مصاريف المنزل، يخصم جزءا من راتبه يمنحه لأمه لتدبر بقايا مصاريف البيت. وظل على هذا الحال سنينا متحملا تقاعس الأب، لم يكل ولم يمل للإنفاق بقدر انزعاجه من سلوك والده الذي لم يعد يرضي كل أفراد الأسرة وحتى الجيران الذين يزعجهم بصراخه في آخر الليل، وكلما عاد إلى منزله يجر خيوط الخيبة على إنفاق ما حاجة الأسرة ماسة إليه. في ذاك الصباح عاد كعادته ثاملا وانزوى في غرفته. كان الابن الأكبر في عطلة وهناك مع أمه، وفكر في تقديم النصيحة لوالده لعله يسمع نصيحته ويتوب. ولج غرفته وفتحه في الموضوع وطلب منه بأدب أن يتوقف عن أفعاله الصبيانية. الأب لم يكن مستعدا لسماع النصيحة فبالأحرى العمل بها، لم يبالي بما قاله بابنه البكر وطرده من غرفته بحجة أن المال ماله ولا حق لأحد في توجيهه لكيفية صرفه. ولم يكتفي بذلك بل شرع في سب ابنه على تدخله فيما لا يعنيه. لم يقبل الابن تعنت والده وانقض عليه أمام أعين أمه، أمسك بتلابيبه ووضع يده على عنقه محاولا خنقه. شرارة الغضب كانت متأججة في قلب الأم التي كانت تنتظر هذه الفرصة، فرصة الانتقام لنفسها من سنوات عذاب عاشتها معه وحرمت فيها من كل شيء. بدورها خنقت أنفاسه إلى أن أصبح جثة هامدة بين دمهما. لقد قتل من أرقهما بسلوكه وإهماله لواجبته الأسرية. جلس قربه وفكر مليا في طريقة للتخلص من الجثة، وضعاه في كيس قمح فارغ وانتظر الليل وقلة الحركة في الشارع ليحمل الابن الكيس على ظهره بمساعدة أمه وينطلق إلى مكان خال قرب السوق الممتاز، حيث تخلص من الجثة بعدما أخرجاه من الكيس الذي تخلص منه في مكان قريب، وعثرت عليه عناصر الشرطة العلمية أثناء تمشيط المكان الذي عثر فيه على الجثة. كان يظنان أنهما أحسن التخطيط للإفلات من العقاب، لكن البحث سيفضح كل شيء. اعترافهما بعد اللجوء الضابط لحيلة ذكية جعلهما متهمين رئيسيين في قتل الضحية، أما الابنين الآخرين فتبين أنهما كانا على علم بما وقع ولم يبلغ عن قتل والدهما، ليتابع بدورهما ويدان بأربعة أشهر حبس النافذة لكل واحد منهما مقابل 15 سنة سجنا نافذة للأم وابنها البكر، قضيا جزءا كبيرا منها مؤديين ضريبة التسرع وعدم ضبط الأعصاب. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، ليس فقط لهذه الحلقة بل لكل الحلقات 30 من هذه السلسلة الرمضانية قصص رمضانية، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم هذه القصص بطريقة مختلفة بحكي قصصي مختلف وبلغة عربية. أتمنى أن تكون سليمة ومعدلة إن كانت هناك أخطاء أو صعوبة في نطق بعض الكلمات أو ارتباك. وإلى فرصة لاحقة ومناسبة أخرى، دمتم أوفياء للقناة ودامت لكم الأفراح والمسرات، وإلى شهر آخر ومناسبة أخرى.